يثبت على رأوا الأسف ويثبت على رأوا الفدائية التلميذ أعلى عن التفتاح لذا وصل على المكتب الأول في دورة التجارة ومدرية في المخطة بحثية وعلمية أهلا وسهلا بك أعلى عن التفتاح لذا مبروك يا على الصبايا كتب الأول على مستوى دورة مدرسة الشير مدرسة سعد زرور الابتدائية الأستاذ الفاضل مدير المدرسة محمد السبابة سيومي أهلا وسهلا بك الأستاذ عائشة محمود أهلا فريق دورة مدارس تنفيذ الوقاية الفدائية مدرسة سعد زنبور محمد أحمد بعدين إسراء وليد فاروق إسراء وليد فاروق محمد إيهاب علي هيثم محمد هانا عمرو عشان زواوي عمر أحمد وليد فاروق مصطفى عبد المصطفى تفضل يا فندم شكرا منى محمد جمال شرف ابراهيم محمد ملك حسام الدين نوران احمد محمد شروق مصر السعيد جنة ابراهيم عظيم تفضل دعاء سليم تفضل يا فندم تفضل يا فندم استاذ احمد تفضل يا فندم طبعا مدرسه الاعداديه الجديده بنات المركز الاول مدرسه تنفيذيه على مستوى الاداره ومستوى مديريه كفر الشيخ تربيه وتعليم الف مبروك تفضل يا فندم الفندقيه استاذ مدير مدرسه الاستاذ منير نصيف رشيد تفضل يا فندم مدرستهم احمد رجب وحنين محمد وحنين ايمن ومحمود السيد وعبد الرحمن هيبه واحمد جبال. استاذ مدير المدرسه الف مبروك يا فندم. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مدرسه فخر الشيخ الثانويه الفندقيه. المركز الاول في ايه؟ طبعا التجوز المسعي مدرسة أحمد العربي الابتدائية مستوى أول على مستوى الوزارة أهلا وسهلا بك فضل يا فندم حسام عمرو السعيد مدرسة أحمد العربي الابتدائية تلميذ المثالي التلميذة أنا أشرف فايز مدرسة صندلة الابتدائية تلميذ المثالي مش موجود سهل المرحلة الإعدادية الطالب المثالي المرحلة الإعدادية الطالب المثالي عمر محمد يوسف مدرسة محلة القصر تعليم أساسي عمر محمد يوسف أهلا وسهلا الفائز المركز الأول على مستوى الوزارة طب سيدي معايا حاجة يا فندم عمر محمد يوسف حافظ الأصل في البيت الثاني مستوى مرحلة الداخلية. الطلبة المثالية أروى هاني إبراهيم جاد يعني جاد مركز أول مستوى إدارة ومديرية. أروى هاني إبراهيم جاد مدرسة الإعدادية في جاد بنات. شخصية كمان الأستاذ رائع تفضل يا فندم. أبو دعاء تفضل. الطالب المثالي في المرحلة الثانوية الطالب أحمد فوزي حسن مدرسة الشريف خالد الصباحي تدريب الخطيبة السابقة فائز المركز الأول على مستوى الإدارة تفضل يا فندم أستاذ حامد المادي تفضل يا فندم تفضل يا فندم وعم المكتب تفضل يا فندم تفضل يا فندم تفضل يا استاذ حامد خش
الخالد احمد فوزي حسن سميه المتقدمه احتياج جماعه الحمد لله طبعا وست مدارس العظمات احمد فوزي حسن اخصائي انتاري مرحله ثانويه ثانويه المتقدمه صلاح حسين الجبل الثانويه الفندقيه المركز الاول مستوى اداره المركز الاول مديريه تنميه تعليم مصر الشيخ صلاح حسين الجبل مبروك جدا صلاح حسين الجبل مركز اول خالد مثالي على مستوى الاداره والمديريه بسبب الوعي القومي والاجتماعي للانهار الاعدادي فريق الوعي القومي والاجتماعي مدرسة الأهلية جنينة بنات الطالبة أروى هاني إبراهيم جاد شكرا يا فندم تفضل ثقافة الطالب تمارس سلوكية واجتماعية الطالب أمين ماجد أمين مدرسة محافظة القصر فائز مركز أول إدارة ومركز ثالث مديرية أمين ماجد أمين مدرسة محافظة القصر مركز أول إدارة ومركز ثالث مديرية التربية والتعليم الطالبة هو هاني ابراهيم الاعدادية جنينة بنات أروى هاني ابراهيم أستاذ هاني الطالبة دكتورة هالة المعاصرة مدير عام إدارة الكمبيوتر التعليمية أهلا وسهلا بك تفضل يا فندم أهلا وسهلا نحيي دكتورة هالة أهلا وسهلا بك نقول على السلامة تفضل يا دكتورة تفضل يا فندم طالبة أروى هاني إبراهيم الإعدادية جنينة بنات طالب متميز سلوكيا واجتماعيا. الطالب أحمد فوزي أحمد مدرسة الشهيد الفنون خالد الزواحلي الفنية المتقدمة مركز أول إدارة والثالث مديرية على المرحلة الثانوية أحمد فوزي أحمد أحمد فوزي أحمد الطالب المتميز سلوكيا واجتماعيا الطالب أحمد فوزي أحمد